من مع السمنة نقول ايه؟ لستة لصيقة مع السمنة اللي هي الكوليسترول العالي، ضغط الدم، السكر. وفي بقى يعني نقنقة ما لذ وطاب، نزيد عذاب الألوم مرارة، ده طبعا دهون الكبد موجودة باستمرار، الصعوبة في التنفس في بعض الحالات، نزود ان في قصور في الكلى، نزود ان في خشونة في المفاصل، نزود ان في انزلاق غضروفي، نزود ان في ألام مزمنة، فتق في الحجاب الحاجز، ارتجاع في المريء، مشاكل في الماء، كل دي باك. وساعات الإنسان يبقى حظه سيء ياخد الباكج كامل. طيب هنا بقى لازم نقف عشان نقرر متى سنجري جراحة سمنة. سؤال مهم قوي، بس اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز الذي يبدع، وأكيد هو أقدر من يجاوب هذا السؤال بدقة شديدة جدا وتوصيف راقي للغاية، المبدع دائما والذي يمتعنا بحواره العلمي الراقي جدا جدا، الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير وحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وعضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة، ضيفي العزيز اللي بينورني فيه الدكتور. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. سؤالي ذو شقين. الشق الأول هو متى أقرر أن أجري جراحة سمنة؟ الشق الثاني أنا قد توجد في السيتويشن في الحالة زي ما يقولوا حاجة من المنيو، وقد يوجد المنيو كله، ألاقي بقى معاها مواقف جراحية مزعجة جدا، ألاقي مشاكل في المرارة، ألاقي فتق في الحجاب الحاجز، ألاقي ارتجاع مريء، كيف أتصرف عندما يأتي المنيو كاملا؟ العين يجي لي كومبو زي ما بيقولوا. في البداية اسمح لنا أن أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين، كل فريق العمل. الحقيقة طبعا السمنة المفرطة دائما بتيجي بمشاكل قد تتعلق بأمراض مصاحبة للسمنة المفرطة، من سكر، من ضغط، من كوليسترول عالي، وأمراض كثيرة يمكن حضرتك سردتها في المقدمة. لكن طبعا في أمراض جراحية، يعني المرارة دي حاجة جراحية لابد التعامل معها، فتق الحجاب الحاجز دي مشكلة جراحية لابد من التعامل معها، فتق في جدار البطن لابد من التعامل معها. احنا يعني دايما مريض السمنة المفرطة تجهيزه جزء من العملية، يعني معرفة اذا كان عنده حصوات في المرارة لابد يسبق، يعني طبعا تتعرف على ده، يعني ما تدخلش بمريض من غير ما تعمل له سونار. يعني انصح النصيحة الاولى انه كل مرضى السمنة المفرطة قبل ما يدخل يعمل عملية لازم يعمل سونار يطمن على المرارة، لان من ضمن الحاجات اللي يمكن الخمسة اف اللي كان بيجوا مع المراره مع من ضمنهم الناس اللي هم المصابين بالسمنه المفرطه دايما في الستات في سن الاربعينات في الولادات دهون ودهون. طبعا كل الناس دول اللي هم مقبلين على علامات السمنه اعمل سونار. لو عندك حصوه في المراره لابد ان انت تعملها، تستأصل المراره مع عمليه التكميم او عمليه التحويل. الناس بتخلط يعني في نقطه دايما بسالها بيسألوها، احنا ليه لازم نشيل المرارة؟ يعني بالرغم انه في حصوات الكلى احنا مش بنشيل الكلى، يعني احنا بنشيل الحصوة بس ونسيب الكلى، لكن في المرارة ليه كل الجراحين بيشيلوا المرارة؟ المرارة عشان تعمل حصوات اصلا جدارها بيبقى متليف، لا يفرز، لا يعني مش شغال، مش هينتج حاجة تاني، ووجوده وجود الحصوات في المرارة، يعني جدار المرارة ده هي المرارة ما بتصنعش فوايل، هي بتخزن بس العصارة المرارية عشان نقدر نستخدمها او الجسم يستخدمها في وقت اكل الدهون، يعني طبعا ريزرفوار. فاستئصالها هي ضرورة لمنع حدوث المشاكل في المستقبل، لان وجود الحصوات في المرارة مش هيمنع ان الحصوة دي تروح القناة المرارية تعمل صفرة انسدادية، وجودها مش هيمنع ان الحصوة في المرارة تروح للبنكرياس تقفل القناة المرارية بتاعت البنكرياس، وبالتالي تعمل التهاب في البنكرياس مميت. وجودها يعني طبعا بيعمل مغص كلوي، مغص مراري طول الوقت، ويقفل حصوه ويقفل فتحه المراره نفسها، وقد تصل الى ان المراره يحصل لها جنجرين او يعني نوع من الغرغرينه. فطبعا وجود حصوات المراره بصفه عامه يتطلب استئصاله لو احنا داخلين نعمل عمليه سمنه سواء تكميم او تحويل. ويمكن نقطه قلناها سابقا ان الناس اللي عملت تحويل مسار عنده حصوه في المراره، استأصل المراره مع عمليه تحويل المسار اذا كان فيها حصوات، مش لازم. اصل الناس احيانا طبعا بتقول ان انا لازم اشيل المراره حتى لو ما فيهاش حصوات، احنا ما بنعملش كده ومش منصوح بيه طبيا ومش حاجه اسمها كده. المراره فيها حصوه مع عمليه تحويل او تكميم شيلها،
لان ما بعد ذلك دخول المنظار، فالناس اللي عندهم عاملين تحويل مسار مش هيسمح لك ان انت تصل للقناه المريه بسهوله. لكن في طرق تانية طبعا قد تكون يعني صعبه شويه في دخول المنظار القناه المريه، لكن احنا مش لازم نعمل كده، مش لازم نستخدم كولودوكوسكوب، ومش لازم ان احنا نعمل منظار جراحي عشان ندخل المنظار القنوات المريه. لكن انصح بالناس كلها ان تعمل يعني سونار على البطن، عندك حصوه شيلها مع مع التكميم، شيلها مع تحويل المسار. ارتجاع المريء، ارتجاع المريء من الحاجات الخطيرة جدا اللي لابد من تقييمها ما قبل إجراء عملية السمنة المفرطة. ارتجاع المريء قد ينتهي بورم في المريء على المدى البعيد. ارتجاع المريء هو من الأمراض المزمنة شديدة الخطورة والتأثير بالسلب طول الوقت على خلايا المريء. أنصح كل الناس اللي هم عندهم ارتجاع مريء وعندهم سمنة مفرطة ومقدمين على إجراء عمليات تكميم أو تحويل أن أنت اعمل منظار معدة. منظار معدة برضو عايز اوضح للناس هو حاجة سهلة، يعني ناس يعني طبعا تقول له منظار يقول لك يعني ازاي بقى. المنظار مرتبط في الذهن بمنظار اللي هو بتاع الكبد بتاع زمان، بتاع الفيروسز او بتاع اللي هو دوالي المريء بتاع زمان اللي بيبص كده ويقعد ينزف العيان يعني ما بقاش كل الكلام ده. الكلام ده بقاله يعني عشرات السنين بيتعمل بكفاءة عالية جدا، 5 دقايق ان اند اوت، بص على المعدة بتاعتك، بص على المريء. ما حدش يخاف من المنظار، المنظار هو حاجة تشخيصية. الناس زمان كانوا بيعملوه عشان بالهرزيا او امراض الكبد المزمنة زمان، كان لهم مشاكلهم وحاجاتهم وما زال بيتعمل حتى الان بس بطرق يعني حديثة جدا. دلوقتي المنظار التشخيصي ما بياخدش فعلا في وقت من 5 لـ10 دقايق. انت عايز تبص على ايه؟ ده انت داخل المريء في بدايته وهتبص على المعده والاثنى عشر في وقت قصير جدا. عايز ابص فيه التهابات في المريء ولا مفيش، الارتجاع اللي عامل لك تغير في الخلايا ولا لا، عندك فاتق في الحجاب الحاجز ولا ما عندكش. يعني انت المنظار ده يا اما يخليك تعمل تحويل مسار، يعني قد تكون هي الحل الاوحد في الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء وعنده سمنه مفرطه وارتجاع، لازم تعمل تحويل مسار. وقد يكون يعني انت لو قال لك المنظار تقريره عنده بارت اسوفجس او تغير في نوع الخلايا او ارتجاع في اسوفجايتس او التهاب في خلايا المريء، مش هتعمل تكميم، مش هيبقى ليك فرصه ان انت تعمل تكميم. لو عملت التكميم يعني ما بتعالجش الارتجاع، بل بالعكس المشكله هتستمر وقد تزيد في المستقبل عشان ضغط المعده هيرتفع وبالتالي الناس اللي عندهم ارتجاع شديد في المريء اعمل منظار معدة، قيم الوضع مع الدكتور المختص وبالتالي هو هيختار لك العملية المناسبة اللي أنصح بيها، وهي طبعا يعني من أفضل العمليات اللي اتعملت. ده حمض المعدة، ده ميت نار، ده يعني الناس اللي احنا شايفينه ده والله ميت نار وأشد من ميت نار طبعا. عشان يطلع ده على خلايا المريء يعمل لك حموضة، ده معناه أن الحمض ملاصق لخلايا المريء من تحت. واحيانا ناس كثيره جدا بيحصل لها حاجات اسمها اتيبيكال سيمتومز اوف ريفلكس، انه عنده الارتجاع مش قادر هو مش عارف يفسره. احيانا بيجي له بازمه صدريه، يعني واحد عنده ارتجاع عنده ازمه صدريه، هو ما بيشتكيش من حموضه ولا بيشتكي من الم في فم المعده ولا ورا يعني صدره كده، بيشتكي من ازمه صدريه لا تعالج الا بمعالجه الارتجاع اللي احنا شايفينه ده، ان صمام المعده المفروض يفصل يعزل ميه النار دي عن خلايا المريء من فوق. بيجي احيانا جدار المريء غير مؤهل انه يتعامل مع ما يستحملش ده التهاب شديد اهوت في المريء اللي فات. طبعا احنا احيانا بيجي بتسوس في الاسنان، الحمض بياكل في السنين طول الوقت وما تعرفش السبب ايه الا انه ارتجاع في المريء. يعني كثيرا انه الناس تيجي بخنقه ويقعد يعني مش عارف ياخد نفسه ويشرق بالليل، وتلاقيه دكتور الصدريه دايما يقول له لا ده انت يعني ما يغلب معاه بعلاجات يقول له لا ده انت لازم تروح تعمل منظار، قال انت يعني عندك مشكله في الارتجاع هي دي السبب، لانه ما عندوش حاجه تفسر ان حدوث الاعراض اللي هي الصدريه دي اللي ما بيستجبش طبعا للادويه بتاعه المعده، وبالتالي الارتجاع هو شديد الخطوره على المريء نفسه. ربما يكون باعراض، ربما مريض قلب يعني يشتكي من اعراض يعني قلبيه او يعني مشاكل قد تتعلق به من كتر الالم اللي هو بيجي ورا الصدر بصفه عامه. مريض الارتجاع مع السمنه المفرطه
لازم نعالج، احنا هنعالجه لك بس باختيار نوع عمليه من اقوى العمليات اللي اتعملت في التاريخ لعلاج الارتجاع، هي تحويل مسار المعده الكلاسيكي، وهي كلها عمليات تجرب المنظار خلال فتحات صغيره قد لا تستغرق من نص ساعه لساعه، اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى وبترجع لحالتك الطبيعيه. يبقى انت عالجت الارتجاع وعالجت كمان الحموضه في نفس الوقت. واحنا بنشوف تحويل المسار برضو يعني عمليه بتخدم اكتر من جانب يعني، وليها مميزات كبيره جدا. جميله جدا جدا جدا، تقليل لكميه الاكل، ودي طبعا الباوتش دي الصغيره دي هي دي الباوتش بتاعه تحويل مسار المعده الكلاسيكي. الجزء اللي احنا عزلناه الصغير ده بناكل فيه، والجزء المستبعد من الامعاء ده اللي بيبقى مسؤول عن امتصاص سكريات الدهون، وكان كمان لو واحد عنده ارتجاع الحمض اللي في المعده ده كله هينزل بقى بعيد على يعني اكتر من بعد متر عن المريء، وبالتالي عمره ما هيطلع فوق الا يعني في بعض الناس بقى اللي بقى حظها سيء جدا، وقد يحدث يعني عملت تحويل مسار معده كلاسيكي من شده خطوره مرض الارتجاع ممكن يرجع تاني بعد تحويل مسار المعده حتى الكلاسيكي في اب تو 11% من الناس. انا مش بصدم الناس والله، بس دي حقائق علميه، وعندنا طرق تانيه لعلاجها حتى لو حصلت بعد تحويل مسار المعده الكلاسيكي اللي هو بيعالج اصلا الارتجاع، عندنا طرق تانية بنقلل بيها الارتجاع وبنعالجه. يعني الناس اللي هي عملت تحويل المسار ورجع لها الارتجاع بعد فترة، انت ليك حل، اوعى تستنى. بنعمل راب وممكن ناخد المعدة المعزولة ونلفها كأنها نيسن فاندوبليكيشن ونضيق العضلة. لو عندك فتق في الحجاب الحاجز او انت بتشتكي من ارتجاع، قد يكون عندك اصلا فتق، يعني عملت عملية تحويل مسار وما استريحتش يوم، عندي ارتجاع وعندي حموضة ومش عارف ايه السبب، اعمل منظار، اعمل اشعة مقطعية، يعني من افضل الحاجات اللي تشخص الفتق. ساعتها ممكن على نفس العمليه مش هنغيرها بالرغم ان احنا عملنا العمليه دي لعلاج الارتجاع، ولو حصل لك رجوع في الارتجاع ربما يكون عندك فتق في الحجاب الحاجز، بندخل بنصلحه ونسيب العمليه زي ما هي. في طرق طبعا كتيره جدا لعلاج الحموضه ما بعد عمليه تكميم المعده. عملت عمليه تكميم معده وعندك ارتجاع مريء، ما تسكتش على نفسك، ليه تستنى لحد خلايا المريء بتاعتك ما تتاكل؟ لا، اعمل منظار معده. منظار المعدة ده صديق لمرضى الارتجاع، هو صديق لأساتذة الجراحة جراحات السمنة بصفة عامة. احنا بنحب المنظار، بنحب نعمل أشعة مقطعية طول الوقت على المعدة ثلاثية الأبعاد، بتستبعد وجود فتق في الحجاب الحاجز، يمكن إصلاحه بسهولة، عملية بسيطة جدا ترجع الفتق في مكانه وتاخد غرزتين على العضلة، وتبقى عندك صعوبة في الأكل. قد يكون الارتجاع ما بعد عملية السمنة هو يعني واحد بياكل كويس جدا على مثلا مدة سنة سنتين، وبعد كده عنده صعوبة في أكل البروتين أو صعوبة في الأكل بصفة عامة، أنت عندك فتاق في الحجاب الحاجز، أنت عندك يعني حموضة أدت إلى تآكل خلايا البنكرياس، أنت مش مستحمل أصلا أي كمية أكل أو أي كمية حاجة تعدى على المريء، افحص نفسك ما تستناش. يعني الحموضة ما قبل عملية السمنة أو ما بعد عملية السمنة مهم. يمكن اصلاحها، وهي اكتر من اكتر الحاجات التي تؤرق جراح السمنه او جراح او حد الناس اللي عملت اللي عندها مشكله في الارتجاع وعملت عمليات ورجع لها الارتجاع مره ثانيه. انت سهل علاجك، بس شخص نفسك وعالج ده، هتحس ان الامور بسيطه يعني، لكن ما تسيبش نفسك وعندك ارتجاع. الناس فاهمه الفتق في الحجاب الحاجز؟ لانه طبعا على فكره الناس بتلخبط ما بينه وما بين الارتجاع بتاع المريء كتير. طبعا احنا عايزين نوضح ده، فتق الحجاب الحاجز معناه انه جزء من المعدة اتفتق جوه الحجاب الحاجز أو طلع من مكانه. طبعا يعني الحجاب الحاجز يفصل الصدر عن محتويات البطن، المعدة إذا طلع منها جزء فيه ببساطة يعني طبعا وما بقاش فيه طول للمريء في البطن، ده احنا بنسميه فتق الحجاب الحاجز. إصلاحه يتم برجوع ان احنا بنرجع المريء 4 سم في مكانه وبنضيق عضلة المريء، ويمكن تقوية عضلة الحجاب الحاجز سواء بقى بأنسجة من داخل البطن أو أنسجة أو شبكات أو شبكة ممكن نركبها من خارج البطن، بس بقى لها طريقة. يعني الشبكات اللي بتركب في فتق الحجاب الحاجز مش هي اللي بنستخدمها في جدار البطن، في شبكات زي يعني طبعا أسماء حاجات بتدوب زي البايو إيه اللي ما جاتش موجودة في مصر، بنستعوض عنها بحاجات، لأن المريء دايما يعني الشبكه بتبقى ملاصقه ليه على طول، وهو معلوش سيروزه يعني او معلوش غطاء بريتوني، وبالتالي الشبكه ممكن تعمل تاكل في جدار المريء. محتاجه عقل يعني، ومحتاجه تخطيط في سبيل ان انت تصلح فتق الحجاب الحاجز دون التاثير في المستقبل على المريء نفسه في حد ذاته. تعمل حاجه وبعد سنين تلاقي
تأثير سلبي في المستقبل، فمحتاجة يعني حرفية شوية في اختيار الطريقة اللي انت هتصلح بيها. الحقيقة احنا في بنعمل ستاديز دلوقتي في حاجة اسمها الانتراثوراسيك سليف مايجريشن. الناس اللي عملت تكميم معدة وعندهم ضيق في المعدة ورجع وحصل لهم فتق في الحجاب الحاجز، ازاي تصلحها؟ احنا شغالين تيم بتاعنا يعني عامل لهم يعني زي بروجكت لدراسة ازاي ان احنا نعمل نصلح فتق الحجاب الحاجز ونضايق العضلة في بعض الناس اللي هي فتق الحجاب الحاجز بتاعهم اقل من 2 سنتي، ونقوي العضلة بجزء بالليجامنت تمتيرس يعني جزء من دهون البطن اللي هي اللي بتنتهي في الكبد، نفصلها عن جدار البطن ونقوي بيها العضلة الضعيفة، ولا نعمل تحويل مسار المعدة الكلاسيكي في كل الحالات اللي هم مصابين بالسمنة المفرطة وعندهم يعني ارتجاع في المريء وحصل لهم فتق في الحجاب الحاجز بعد التكميم، هل نعمل في كل الناس دول تحويل مسار معده كلاسيكي، ولا في اختيار ثالث ان احنا نعمل تحويل مسار معده مصغر ونصلح الفتق الحجاب الحاجز؟ وعاملين 3 جروبس بنحاول ان احنا نقارن ما بينهم، بقالنا سنوات مجمعين يعني يمكن يعني حالات كتيره بنقسمهم لجروبس. الحقيقه بس احنا ننشر وان شاء الله نعرض الحاجات دي للناس بحيث وللعالم كله وللجراحين كلهم بحيث ان احنا نبقى افدنا يعني عموم الناس بالمعلومه الجراحيه السليمه باذن الله. الجزء اللي فات ده جزء برضه تقني قوي في الجراحه، يعني اللي هو اختيار او اساليب معينه للتعامل مع سيتويشن جراحيه زي فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المريء. ما بعد عمليات السمنه. ما بعد جراحات سمنه قد تكون بعضها لم يؤتي ثمار ويعاد مره اخرى. بالظبط طبعا. زي تكميم المعده مثلا. طبعا طبعا يعني انت ممكن تعمل تكميم معده وتفاجئ ان انت بعد سنوات، لو كان التكميم عاده اللي بيعمل فتق في الحجاب الحاجز ما بعد التكميم وجود ضيق او التواء في تقنيه التكميم نفسها، يعني ممكن تلاقي تكميم معده وفيها ضيق، البريشر زاد، المعده طاقت في الصدر، طب وبعدين؟ ما هو ده بيحصل جزء تقني في العمليه احيانا قد يؤثر على مستقبل نجاح عمليه التكميم. عشان كده احنا بننصح بالتقنيه الشديده الحرفيه الشديده في اجراء العمليه. انت بتعمل عمليه في نص ساعه ولازم تعملها بحرفيه عاليه جدا لان العمليه دي هتلازم المريض مدى الحياه. ما تستخسرش في المريض وقت في ان انت تعمل له العمليه على كاليبريشن تيوب كويسه بوجي بمقاسات مظبوطه، عندك تقنيات زي الاومنتال فيكسيشن اعملها، عندك مستهلكات طبيه على اعلى مستوى استخدمها، انا قصدي ادي العيان راجع عليه مره واثنين وخطط لغيراتك وخطط للبساتك وخطط لكل حاجه في سبيل العمليه اللي انت هتعملها في نص ساعه دي هتلازم مريض قد يعاني منها مدى الحياه. فلازم فيها الحرفيه الشديده في اجراءها. العيان كلامه كمان له قيمه كبيره جدا، عيان يصف احلامه وطموحاته، بيفكر دايما بعد العمليه ايه اللي هيحصل، نفسي اقدر ارجع تاني لشكلي لو كان فاكر شكله وهو قبل ما يكون عنده سمن، او يشوف شكله الحقيقي لان ما بحبش السمنه مش بيحب ما بيحبش لا انا اقصد ان ساعات بيبقى كان رفيع في وقته وبعدين تخن فهو عايز يرجع يفتكر ايام ما كان رفيع. والله ما بحبش يرجع للزمن ابدا، هو عايز شكله اتولد مش عايز يفتكر مش عايز يفتكر اي حاجه فاتت خالص. ده شيء مهم ان هو اتولد النهارده. تعالوا نسمع المرضى ممكن تقول ايه، اكيد كلامهم ممتع جدا مع كلام ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور كريم صبري. اسمي اشرف محمد محمود، 57 سنه. كنت بشتكي من فتاء متعلق، عملته مرتين قبل كده بشبكه كامله وكان بيتردد ساعتها. وصل بي الامر ان انا وصلت لوزن 141 كيلو، وكان مفيش مستشفى او دكتور جراح عايز يعمل لي عمليه الشبكه والفتاء. رحت للدكتور كريم، عملت التكميم. الحياه بالنسبه لي اتغيرت تماما، كان عندي السكر بتاعي 420، من ساعتها الحمد لله انا مفيش سكري 85، كان عندي الضغط راح، وصلت ل 94 95 كيلو. اتولدت من جديد على ايدين دكتور كريم، واتعملت عمليه الفتاء بعديها بسنه، والحمد لله الدنيا قدامي مبهجه وشايفها بشكل تاني خالص. والتشاؤم والاكتئاب اللي كان عندي الواحد عشان السمنه وقله الحركه كل ده انتهى، وشايف الدنيا من
بشكل تاني ونظارة تانية خالص، وعشان ما لقيتش أي أعراض عندي جانبية ولا قيء ولا أي حاجة من الحاجات دي، أنا شكيت إن الدكتور كريم كان بياخدني على قد عقلي وبيقنعني إن أنا أعمل العملية، لأن هو الوحيد اللي وقف جنب مني وعمل لي العملية، والحمد لله نجحت وعملت لبنتي العملية عند دكتور كريم، وخست في خلال 3 شهور حوالي 28 كيلو، وعملتها للمدام الجديدة بتاعتي وبقالها حوالي 20 يوم خسة 10 كيلو، وبالتوفيق إن شاء الله دكتور كريم.